السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نقدر ان احنا من خلال الداينامو نعمل اكتر من ليفل على اساس نوفر الوقت. طيب هروح للمانيج واقول له داينامو، اقول له نيو، وبعد كده هاجي هنا اقول له ليفل دوت باي اليفيشن. طيب انا محتاج بقى ان انا اقول له من البدايه بتاعتي من كام اللي في كام، فانا هاجي هنا واقول له ان انا هكتبها كود اسهل. الكود ده هقول له ان انا عايز مثلا هبدا الليفل بتاعي مثلا من خليها مثلا 3000، وبعد كده نقطتين، واقول له لحد مثلا 30000، وبعد كده هقول له المسافة اللي بينهم مثلا 3000، تمام، وهدي له سيمي كولن اهوت، وبعد كده هبدأ اوصل ده بده. كله اتعمل في ثانية واحدة.